هو لما فرجاني بيبقى كويس الفرقه بتعرف توصل للجون وبتضيع، بس لما فرجاني ما بيبقاش كويس الفرقه برضه بتعرف توصل للجون وبرضه بتضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. تعادل تاني للزمالك، تعادل تاني بيجي بعد مباراه سموحه اللي هي قبل 3 ايام، بيجي قبلهم مباراه طلائع الجيش اللي انت خسرانها، فالمفروض بعد ما انت طالع خسران من ماتشين، واحد تعادل وواحد خساره وخمس نقط ضايعين منك من ماتشين، فالمفروض ان انت تنزل الماتش اللي بعديه تاكل اي حد، ده طبع واعراف الفرق الكبيره. بس اللي بنشوفه مع الزمالك حاجات بتخليك تبعد عن المنطق خالص ان انت بتقيم فريق كبير، بس للاسف تشوف اللعيبه بتاعته في الملعب وتشوف النفسيات بتاعتها، المفروض ان انتوا يا ابني يبقى عندكم روح وحماس وعايزين تكسبوا، لا الموضوع بالنسبه لهم بقى عادي وبرود كده وشويه روتين، ونفضل نباص الكوره في نص الملعب، ويا ريتنا كمان عارفين نباص الكوره في نص الملعب، ده احنا مش عارفين نمسك الكوره قدام الانتاج الحربي، الانتاج الحربي اللي عامل لي زياده في نص الملعب وبيلعب لي بال4 5 1، ويلا بقى نقفل نص الملعب علشان خاطر الزمالك عنده خطوره في فرجاني والكلام ده. طب فرجاني لو ملوش نفس هنعمل ايه؟ بالله لو فرجاني لو ملوش نفس احنا يعني كابتن مختار الشوط الثاني يفهم ان الزمالك اللي قدامه الزمالك سهل ان انت تكسبه، فكابتن مختار يعمل مخاطرات كتير قوي من على الدكه، والكلام ده كان هينجح بنزول محمد فريرا وبنزول الاثنين الاجانب اللي نزلهم كابتن مختار. كابتن مختار طلع في الماتش في الوقت اللي حس فيه ان الزمالك اللي قدامه ده لو قعد يلعب لحد بكره الصبح مش هيجيب في جون، كابتن مختار عرف في اللحظه اللي هو يهاجم فيها الزمالك، بس للاسف الشديد برده ما ساعدتوش الافكار بتاعته، والزمالك ضيع برده. يعني الزمالك الكره بتاع يوسف اوباما الانفراد بتاعته اللي جاته في الشوط الثاني ضيعها، غير اساسا الانفراد اللي هو حاطه لبن شرقي في الشوط الاول، وبن شرقي اكتشف فجاه ان الجون هو عباره عن النص بس. يا كابتن اشرف طب اركن شمال اركن يمين، هو الراجل عامر سهلها لك وخد لك خطوتين ووقف في نص الجون، اركن في اي حته انت عايز تركن فيها يابا. اشرف بن شرقي رايح انفراد تام الشوط الاول، الموضوع بالنسبه لك خلص هتجيب جون، الموضوع هيفتح قدامك انتاج حربي هيسلمك الماتش 2 و3، ويلا بقى هي دي الماتشات بتاع الفرصه الواحده، ويلا كابتن اشرف هات جون انت راجل محترف. اشرف بن شرقي بيحطها بطريقه سيئه جدا، وعامر عمرو بيتالق فيها، وبرده الجيم بيفضل مقفول زي ما هو. نوصل للشوط الثاني اوباما قال لك بس انا هحلها بنفسي، فاوباما رايح انفراد بيشوطها برده في وش عامر اللي هو يا اسطى فين انتوا مش شايفين الجون بجد ولا في ايه؟ هيطلع مرتضى منصور يقول لك سحر وشعوذه وكلام فاضي من ده، بس مرتضى مش فاضي يطلع يتكلم على السحر النهارده، علشان قبل الماتش كانوا بيقولوا ان هم وقفوه، فهو قال لك انا راح احضر الماتش عافيه، اللي هو يعني ساتر المستشار للفرقه مش عارفه تقف على رجليها، في مشاكل في الفرقه اساسا، فمش ناقصاك كمان انت تحط على الفرقه مشاكل وتحط على الفرقه حاجات غير الفرقه فيه. قال يعني الفرقه ناقصه مشاكل من بره الملعب، الفرقه اساسا في جوه الملعب عندها مشاكل، جوه الملعب عندها مشاكل في الاثنين اطراف اذا كان عبد الشافي ناحيه الشمال او حازم من ناحيه اليمين، الاثنين عندهم مشاكل في زياداته الهجوميه وبالذات محمد عبد الشافي وكمان حازم امام، فحازم امام يجي عامل لك ايه؟ يجي مصاب وتلعب الماتش كله بجناح واحد وتبقى عامل زي الفرخه اللي مكسور جناحها، وبعد كده يكتشف ان انت تنزل اوناجم بعد ما طلعت مصطفى محمد الفرد الوحيد وتلعب عرضيات من الشمال ومن اليمين. يا اسطى طب احنا كده بنعمل ايه؟ طب احنا بنلعب عرضيات لمين؟ بنلعب عرضيات لبن شرقي عشان يجيب جون، يعني هو انتم مركبينكم بالظبط يعني؟ في ايه الدماغ الشمال دي؟ ما كنت خليت مصطفى لو عايز تلعب عرضيات، او كنت خليت مصطفى وبن شرقي، او كنت نزلت عمر السعيد ومصطفى، او كنت عملت اي حاجه وزيادات هجوميه وزيادات فراوده، انما انت بتقوي اطراف ايه ومش اطراف ايه؟ التغيير الاول انت لبست فيه اللعيب بتاعك مصاب، بس التغيير الثاني والتغيير الثالث، طب ليه مصطفى يطلع؟ مصطفى في مشكله في ان الكوره واصله له، ايه ذنب مصطفى؟ طيب التغيير اللي انت عملته بعد كده احمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو لو سيء جدا هو عنده روح وعنده حماس كفايه جدا ان هم يخلوه بيأدي احسن من اي حد في جوه الملعب. طب ما تفكر طلع فرجاني، فرجاني كان بيتمشى في الملعب، ما فكرش ليه طلع فرجاني؟ اعتقد ان انا قلتها من اول يوم على الكرسي ده ونفس الموبايل ده، وقلت يا جماعه مستر باتريس كالترون مش هو اللي هيحل المشاكل اللي جوه الزمالك، مستر كالترون هيضيف لمشاكل الزمالك مش هيحل منها حاجه. مستر كالترون كان بيتقال عليه ان هو ما عندوش غير الطوليات، حتى النهارده الطوليات لعيبه الزمالك مش عارفه تطول من تحت، ومحمود علاء عنده مشكله في ان هو يلعب كره طويله من تحت، فشوف بقى المشكله اللي انت بقيت فيها، يعني انت عندك مدرب بيعرف يدي حاجات نفسيه كويسه بس عنده مشاكل جوه الملعب، مشاكل اللي جوه الملعب كنت هتقول لي ايه المشاكل؟ اقول لك ان الزمالك ما عندوش ايقاع ما عندوش ريتم، طول ما فرجاني ملوش حاله مزاجيه ان هو يلعب الفرقه مش عارفه تعمل اي حاجه، يوسف اوباما على فترات ممكن يظهر لك 5 دقايق وتوصل 90 دقيقة، غير كده ما بيظهرش تاني. الأطراف عندهم مشاكل كتيرة قوي، ناس بتحاول تثبت نفسها زي بن شرقي ونجم وأحمد سيد زيزو وحتى كريم بامبو، والفيرود مصطفى محمد لسه ناشئ صغير وأنت رامي عليه حمل تقيل قوي، فكل حاجة عندك في الزمالك فيها مشاكل كتيرة قوي، وكمان رئيس النادي بره بيصدر لك مشاكل، يعني أعتقد إن الفرقة مش ناقصة والفرقة فعلا مكفية. هيطلع ناس تطبل لمرتضى منصور وتقول لك العيب مش في الإدارة،
الاداره، الاداره عطت اللعيبه فلوس والاداره عملت اللي عليها، لا اداره اللي عملت اللي عليها، اداره عماله تدخل اللعيبه في مشاكل، اداره ما عطتش اللعيبه فلوس من اول الموسم، اداره لسه بتدخل اللعيبه في مشاكل كمان ان هي تتحدى اتحاد الكوره، وبرده اللعيبه لسه في النص. طب يا جماعه في ايه؟ الفرقه حالتها زي الزفت وحتى ما عندهاش توفيق والحظ بعيد عنها وكل حاجه ما تعام، يعني ما فيش اي عامل يساعدك على نجاح جوه النادي، كمان هتصدر كل حاجه من بره. يا جماعه ارحموا. والناس اللي غلط تطبل تقول لك الاداره بتدي اللعيبه فلوس والاداره بتعمل ايه، احنا عارفين انتوا بتطبلوا علشان خاطر مرتضى منصور كان بيعيشكم حاجات كتيره قوي في برنامج الزمالك اليوم، وكل واحد فيكم كان بياخد اللي فيه النصيب، فلوس عمركم ما كنتوا تحلموا ان انتوا تاخدوها، كنتوا بتاخدوها ببرنامج الزمالك اليوم، وطالعين تحت شعار الزمالك دلوقتي بقيتوا حرفيا يعني الناس اللي هي بتطبل لاي سلطان، وبعد السلطان ما بيمشي بيطلعوا يخبطوا فيه. هم دلوقتي قاعدين يطبلوا المرتضى وقاعدين يشيلوا كل حاجه للعيبه، اللعيبه ممكن يكون عليها جزء كبير جدا جوه الملعب لان اللعيبه ما عندهاش روح ولا عندها حميه، بس اللعيبه دي اتوعدت كتير قوي ان هي تاخد فلوس. طب الزمالك وجمهوره ذنبهم ايه العك اللي هم بيشبوه ده؟ لا هو ذنبك ان انت قررت ان انت تشجع النادي اللي بتحبه، وذنبك ان انت قررت ان انت تكمل معاهم، فاستحمل بقى معلم ان انت تكمل مع الناس دي كلها، ناس ما عندهاش تدم ولا عندها اي حاجه ولا عندها ذره ان هي عايزه تفرحك او اي حاجه، ليك ربنا يا اسطى، يا اسطى والله ليك ربنا. عناصر صعوبه الشغل في الزمالك ان الفرق اللي في الزمالك حاليا مش طايقه بعض، والفرق اللي في الزمالك حاليا اوضه اللبس مولعه واللعيبه مش حابه الشغل مع بعض، فالمدرب هيبقى عنده ايه يعني؟ غير كمان ان المدرب شخصيه كيوت مستر ميسيو كالترون، الراجل طيوب جدا جاي ياكل عيش عندنا هنا في مصر، فمش محتاج ان هو يعني يخش في مشاكل وصراعات جوه الملعب مع اللعيبه بتاعته، اللعيبه بتاعته اللي المفروض تنفذ فكره. طب ايه فكره مستر كالترون؟ هو احنا لسه بندور على فكره كالترون، لما ندور على ليه ونلاقيه هنشوف اللعيبه دي مقصره في تنفيذه ولا لا، بس لما نفهم للراجل شكله ونفهم للراجل ريحه نبقى نتكلم فيها، لان الراجل كان فيه اتهامات كتيره قوي في عصر الاهلي اللي هو كتيره قوي اثناء فتره توليه الاهلي، ان الفرقه برده ما كانش عندها شكل وما كانش عندها ايقاع ورتمها كان ميت وكل حاجه كانت معدومه وكله كان بيمشي بتفويض وتسهيل ربنا. دلوقتي لما مش ماشيه في الزمالك والتوفيق بعيد عنك، فكل حاجه في الزمالك ضبابيه شويه، والفرقه بعيده تماما عن مستواها، الفرقه بعيده تماما عن ان هي تقدم كره جيده. الزمالك ممكن يكون وصل للمرمى وبيضيع، بس الزمالك فيه تفاصيل كتيره قوي جوه الملعب، فيها مشاكل كتيره قوي، في اتنين اجنحه الموضوع بالنسبه لهم صعب، في اتنين باكات الموضوع بالنسبه لهم صعب، في نص ملعب ملوش مزاج ان هو يلعب، فكل حاجه جوه الزمالك مش بتساعدك على اي حاجه. ربنا يكون في عون جمهور نادي الزمالك، وربنا يكون في عون كل المحبين والعاشقين للنادي، عشان هم اكتر ناس بيتعبوا على النتيجه السلبيه اللي النادي بيعملها. لا مرتضى بيزعل ولا ادارته بتزعل ولا حتى اللعيبه دي كمان بيبقى عندها اي خاطر ولا اي زعل. انتوا المفروض ان انتوا لاعبين ماتشين خسرانين فيهم خمس نقط، خلوا عندكم دم وانزلوا اكسبوا الماتش اللي بعديه حتى لو بالزق او بالعافيه او باي حاجه، انما لحد الدقيقه 93 وانتم ما عندكمش روح ولا عندكم اراده ان انتوا تكسبوا الماتش، ولا حتى 10 دقايق بتلعبوهم برجوله، ف كان الله في العون يا الاصدقاء. بص يا اسطى لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب، لو ما عجبكش الفيديو افتكر انك بتتفرج على الزمالك في الجيل اللي مش عارف كام، اللي هو بتقول ده اسوأ جيل شفته في تاريخ النادي، مع انك عمال تشوف قبليه وبعديه وبعد بعديه، فمش عارف العيب في مين بالظبط. لو عجبك الفيديو يا اسطى مش تخسر اي حاجه لو دعمت اخوك بالاشتراك في القناه او حتى اللايك، لن تخسر شيئا والله.